حي الطبالة في دمشق بتقديم كتاب مارمارون سيرته على خطى ما كتبه تيودوريتس القرشي لكل من الأبوين الباحثين الإسبانيين المرحوم إغناسيو بينيا ورومالدو فرنانديز والأب الإيطالي باسكال كلاستلانا. هذا الكتاب يتطرق أو يتحدث عن مارمارون. مارمارون يقول أبونا رومالدو أنه ناسك سوري عاش في شمال سوريا، ويقول أنه ليس لبنانيا، إنما أخذت عنه الطائفة المارونية الاسم، وهم موجودون بغالبيتهم موجودين في لبنان حاليا، على الرغم من أنه الطائفة منتشرة في جميع أنحاء العالم. تاريخ مارمارون أو قصة مارمارون أو قصة حياة مارمارون غير معروفة بشكل كامل، لكننا أخذنا عن كاتب ويدعى تيودوريتس القرشي الذي عاش أو هو من مدينة قرش في شمال سوريا، أخذنا عنه القليل من سيرة الحياة الذي كتبها عن مارمارون، وهي لا تتعدى 3 صفحات تقريبا، وقمنا نحن بالتقصي أو سرنا على خطى حسب ما وصفه تيودوريتس القرشي، وحاولنا أن نجمع المعلومات عن حياة مارمارون.